ها؟ لا مين؟ فهموزي. انا متمني اعرف شو الشغل اللي عند عدن بس اللي عم تشتغل على الموبايل. ابو محمد هنيدي اسمه تفاهم؟ يلا خليكم معي. السؤال التاسع صفحة 41. أنا قلت بكرة عدن بتروح على كبدوكيا بترجع، إيه والله تاكل كتب أكل. ما استفدنا شيء. لين؟ ليش لك بنتي ليش؟ ما أنا حاب أعرف شو بتفكروا أنتم. لك أنت ما اختلفنا يا أخي. أنت عرفان مصيرك، عدن بدها طب. صح؟ شو عملت كم ساعة بدها تسوي اليوم؟ صاروا 10؟ يلا. خليك معي بعد اذنك. في هذا التمرين الجميل يا داليا بدي احسب 18 على 20، فطبعا انا ما بقبل يكون 18 على 20 بهذا الشكل، بيجي بكتب 9 على شهاد 9 على 10 صح؟ طبعا بس شفت عندي عمليه قسمه فتحول هاي لن التسعه ناقص لن العشره. طيب لن التسعه، لن التسعه هي 9 هي 3 للتربيع صحيح؟ 2 لن شقد لن 3 ناقص لن العشرة هي لن الخمسة ناقص لن اثنين صحيح؟ طيب المفروض تكون زائد بس لأنه في ناقص هون فالناقص دخل على التنتين فصار اثنيناتهم ناقصات. لن الثلاثة كم؟ واي، وبالتالي اثنين واي ناقص اكس ناقص زد. انتهى التمرين جميل جدا والراقي. التمرين العاشر يا منار، لوغاريتم اثنين شو بتساوي؟ اكس لوغاريتم الخمسة كم؟ شوف بهذا النوع بالضبط، بهذا النوع من التمارين أي تمرين فيه خمسة أو 25 أو 125 شو بتذكر؟ العشرة أو المية أو الألف دائما. يعني بدل ما يجيب لي خمسة إذا جاب لي 25 أو إذا جاب لي ألف نفس الطريقة. شو هي؟ بفرض إنه لوغاريتم الخمسة هو عشرة على، يعني بستبدله بعشرة اثنين، يعني هو لوغاريتم العشرة ناقص لوغاريتم إيش قد؟ لوغاريتم اثنين صحيح؟ لوغاريتم العشرة الأساس كم هون؟ يا محمد 10 لأنه ما مكتوب صحيح، وبالتالي 1. لوغاريتم 2 بالأساس 10 كم؟ اكس. لو كان عندي لوغاريتم 25 من هي 25؟ هي على 4 صحيح؟ فهي لوغاريتم 100 ناقص لوغاريتم 4. لوغاريتم 100 ايش قد؟ 2. لوغاريتم 4 هي 2 في لوغاريتم اكس يعني 2 اكس صحيح؟ طلع معي نفس الجواب. أو طالع 2 لبرا عامل مشترك. ايه اوف يلا راح امحيهم لهدول التمارين الجميله. يلا السؤال 11. لوج 32 بالاساس 2 زائد لوج 36 بالاساس 6 ناقص لوج 343 بالاساس 7 يساوي. عبد الله، لوج 32 بالاساس 2 خمسة، لوج 36 بأساس 6 2، لوج 343 بأساس 7 3. وانت شو طلع معي الجواب هون؟ 4. ليش يا عبد الله؟ بس اتذكر. لا تذكر لا حباب. لوغاريتم 81 بأساس 27 زائد، بدي ارجعكم مرة ثانية مشان التسجيل لانه خربطنا كثير. أنا أخذت كتبت هذا من التمرين 12 وهذا من التمرين 13 واخترت الجواب هنيك. لوغاريتم 81 بالأساس 27 كم؟ 4 3. لوغاريتم 8 جزء 2 6. لوغاريتم 16 على 64 هي طلعت معي 4 على 6 يعني 2 على 3 صح؟ 2 على 3 زائد 4 على 3 6 على 3 يعني 2 زائد 6 8. يلا التمرين اللي بعده 13 بنفس الطريقة. لوغاريتم 8 بالاساس 16 زائد هذا عن الدنيا. ليه؟ حالين لكم اكو تروح على الاخر؟ حالينهم كلهم؟ طيب روحوا زين. وين كنت تروحوا طيب؟ كنت تروحوا تاكلوا ها؟ إيه طيب شلون تاخذيهم؟ استني طيب بس لحتى خل لك تسغنت عن الكتب مشان تروح. بكره ما كنت جاي انتم ها؟ طيب استني خذ الكتب وروحي. بس زيتين بس خلص بيان بس للتمارين. طيب استنوا برا خليك معي. لوغاريتم 8 من اساس 16 يا منار دنيا
هي تشوف الثمانية هي اثنين بالأس كام؟ يا هاجر. والستاعش هي اثنين بالأس شاد؟ أربعة. زائد المية وخمسة وعشرين هي خمسة بالأس؟ ثلاثة. والخمسة بالأس واحد معناتها ثلاثة. الخمسة وعشرين هي خمسة بالأس؟ اثنين. وخمسة أس ناقص واحد تطلع لمرة شو تعطيني؟ يعني تعطيني ناقص واحد وفي ناقص زائد اثنين صحيح. لوغاريتم أربعة بالأساس واحد على 16، الواحد على 16 هو أربعة أس ناقص اثنين، ناقص اثنين صحيح؟ لا التسجيل الصبح كان أفضل بمليون مرة والله. المهم 21 على 4 خلصوني. اللي بعده هلا ودي يحكي يحكي واحد، انا الدنيا خلاص خلي الدنيا تحكي. خلي الدنيا تحكي. هاجر شيل الموبايل. انتزع هذا المقطع خالص. خلاص الصباح احسن. يلا. لوغاريتم بالاساس 2، لوغاريتم ال 25 بالاساس 5. هذا التمرين عند هاجر. يلا تفضلي. يلا هاجر. لوغاريتم 25 بالاساس 5 كم؟ 2. لوغاريتم 2 بالاساس 2 1. معناته هذا كله 1 صح؟ طيب الحاله هي اكس زائد 1 من هي 7. معناته اكس ايش قد؟ ليش 1 بالساس 2 وين 2 يسار؟ لا لوغاريتم شوف هذا كله صار 2 صح؟ لوغاريتم 2 بالاساس 2 1. بعدين السبعة بتنزل تحت الواحد بصير 7 بالاس 1 7 اكس تساوي 6. في عندك طريقه اسرع؟ 14 حليتوش سهل. في عندك طريقه اسرع من الحل شو هي؟ تساوي اي تمرين اي تمرين لا ما هيك كان قصدي. لا في عندي طريقه سريعه الحل شو هي؟ التعويض باللوغاريتمات. بس خذي شوفي في عندك خيارات، خذي واحد منهم عوضيه بيطلع معك جواب فورا. التعويض لا تنسى التعويض في الامتحان، لا تنسى التعويض. شلون؟ لا لا انت بدل ما تأوجي الجواب اصلا عوضي وخلص. لا بعد ما قلت تمام. هلا هذا الجواب اي قبل شوي حكينا لازم نعوض عشان نتاكد من الجواب. بس شوفي هلا هون مانك مضطر تعوضي، بتعرفي ليش؟ لانه ما في فاي. اما شوف التمرين اللي قبله التمرين الخامس كان فيه فاي. حاش تحكي يا ابني، ما عم بعرف سكتكم ولا حلكم تمارين. مين؟ بس يجيب حلو واعطيهم حلو. مين حال هذا التمرين؟ وسيد تفضل. مش حلو وسيد او دنيا بتعرف حل هذا التمرين؟ ليه؟ ايوه انا بعرف. رفيده انت حضرتي الصبح ما؟ لا. جواب ثلاث. جواب ثلاث؟ لا. تفضل وسيد او هاجر. تفضلي. ال 125 لا 24 عامل. في عامل هون يا بنتي. ال 125 هي 100 العامله هي 125 عامله ضرب يا بنتي. اذا كفي تفضل استاذ. بالثانيه عن 124 عامله طيب. 125 هي 5 أس 3 طيب. احنا معناتها رح نعمل الاقصى للبنت يا بنتي. بسالكم شغله، اذا كان عندي 10 فاكتوريال او 125 فاكتوريال او 25 فاكتوريال احفظوها قاعده ما فيكم تعملوا. انا ما فيني اكتب هاي 5 2 فاكتوريال، او حتى اذا كتبتها ما بستفيد منها شيء لسبب بسيط انه ما فيني اختصر. انا اذا كتبت اوكي افرض انه كتبت 5 مربع فاكتوريال، هل فينا نخلصها الخمسة مربع مع الخمسة؟ لا لا فاكتوريال. الفاكتوريال ما فينا نعمل فيها شيء إلا إذا كان في معها فاكتوريال بيشبهها بس. وبالتالي أنا هون ما بقدر أعمل شيء. شو بقدر أعمل؟ بقدر أهرب من الفاكتوريال إني أكتب جنبها 124 فاكتوريال. هلا إذا في عندي ضرب شو بتصير هاي؟ 125 زائد 124 فاكتوريال صحيح؟ الأساس نفسه ما تغير خمسة. هلا هلا 105 لوغاريتم من 125 اساس 5 ايش قال؟ 3. لوغاريتم من 124 فاكتوريال هذا المطلوب صح؟ شو بتساوي؟ اه معناتها اه ناقص ايش قال؟ اه ناقص 3. بس بتصعب.
لك يا بنتي ما بينحال. لا ما هي صح. شو ما هي الخمسة أستاذ؟ هي 125 124. تعال هنا.